وزير اتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيشهد توقيع الدفعة الثانية من تراخيص خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول العاملة في مصر. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيمنح شركات المحمول الأربعة كلهم تراخيص بقيمة 675 مليون دولار. النهاردة الحقيقة يعني الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحضور وزير الاتصالات ده في تصوري طفرة ونقلة نوعية هائلة في مجال الاتصالات في مصر، ان احنا نشتغل على خدمات تقديم خدمات الجيل الخامس. ده لا ينفك هذا الخبر ولا ينفك هذا القرار وهذه التراخيص مع الخبر اللي قبل كده اللي هو بتاع الاستثمار وجذب الاستثمار. لما يجي مستثمر من بره يجي عندي في مصر ولي عندي خدمات الجيل الخامس شغالة والسرعة الانترنت هي الأقوى في إفريقيا، أو الأسرع في القارة الأفريقية، ده بيدي ثقة للمستثمر، بيدي ثقة للناس، بيقول إن الدولة دي دولة قوية، لأنه الاتصالات والتكنولوجيا والتنوع أعتقد هو عنوان الدولة التي تستطيع أن تجذب استثمارات. خلينا نروح للمهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. مساء الخير يا باشمهندس. فندم، يعني اهميه تشغيل خدمات الجيل الخامس، وعايزين نعرف المشاهد ونعرف يعني ايه خدمات الجيل الخامس وهتفرق عن الخدمات الحاليه ايه. طيب في البدايه فندم نعرف ايه اهم خصائص الجيل الخامس او خدمات الجيل الخامس. اول حاجه في خدمات الجيل الخامس ان سرعه الاتصال بتكون عاليه جدا، يعني سرعه التحميل والداونلود والابلود بتبقى كبيره جدا، اكبر من خدمات الجيل الرابع. الحاجه الثانيه زمن الاستجابه بيكون قصير جدا، وده مهم جدا جدا في الصناعه، والقدره على ربط عدد كبير جدا من الاجهزه بتعمل في نفس الوقت ده بيكون كبير جدا، بالاضافه ان الاتصال بيكون موثوق به ولا يتقطع. طيب ده بيؤدي بقى بالنسبه للمستخدم في طبعا مع ان السرعات بتكون عالية جدا، بالتالي بتكون التصفح على الانترنت وتحميل الملفات والفيديوهات بتكون بجودة عالية. يعني النهاردة بنتكلم على الصناعة، بنتكلم على التيم، التعليم النهاردة كله بيتم من خلال الاونلاين سواء في الجامعات والمدارس. في الحالة دي هيكون الفيديوهات اللي احنا بنتفرج عليها هتكون جيدة جدا، والريزوليوشن بتاعتها او درجة النقاوة بتكون كبيرة جدا. في النهارده السيارات ذاتية القيادة، يعني النهارده السيارات كمان هيكون فيها شغالة جزء كبير منها بالجيل الخامس. النهارده بنتكلم على الشمول المالي والتحول الرقمي والخدمات المالية، الخدمات المالية النهارده كمان في الجيل الخامس هتكون الخدمات بتقدم بطريقة أفضل. النهارده العدادات الذكية، كل العدادات الكهرباء، المياه، الغاز، النهارده هيكون فيها شرايح من التليفون المحمول، وبالتالي هيكون عملية التحكم في العدادات هتكون بصورة أفضل. ده بالنسبة للمستخدم. لو اتكلمنا على الصناعة ده هيزود الانتاجية النهاردة من خلال التحكم عن بعد في الآلات والأجهزة، وبالتالي الانتاجية هتزيد والخدمات اللي بتقدم من خلال المصانع والشركات هتكون أفضل. النهاردة عندنا المدن الذكية، سواء التحكم في الشوارع أو الأجهزة اللي موجودة داخل المدن هتكون طبعا بصورة أفضل في خدمات الجيل الخامس. ولو خدنا مثال زي المواني، النهاردة هنلاقي الروافع اللي بتتحكم في الحاويات هتتم بطريقة آلية عن طريق خدمات المحمول، وبالتالي هنا هتقل الأعطال وتكون كمان التكلفة الخاصة بالمواني والحاويات هتكون أقل، لأن طبعا هيبقى في كمية بيانات كبيرة جدا بنقدر نتحكم فيها من خلال شبكات التلفون المحمول. طبعا الأمثلة كتيرة جدا، ولكن دي نقلة نوعية في خدمات الاتصالات. خدمات الاتصالات الفترة اللي فاتت كلها كنا بنتكلم على خدمات شخصية، يعني تليفون بنتكلم صوتي أو انترنت، هنا بنتكلم لا خدمات بقى خاصة بالصناعة أو كل خدمات أو كل القطاعات الدولة نفسها هيدخل فيها خدمات الاتصالات، ودي أهم حاجة في خدمات الجيل الخامس. يعني باشمهندس أعتقد أنه ده واضح جدا للخدمات اللي حضرتك تفضلت بذكر أمثلتها، لكن الدولة مقابل الرخصة هتستفيد قد إيه تقريبا من هذه الخطوة اللي تمت النهاردة؟ النهاردة عندنا أربع شركات حصلوا على ترخيص الجيل الخامس. كان في يناير الماضي حصلت الشركة المصرية على ترخيص الجيل الخامس أول شركة، امبارح تم توقيع ثلاث تراخيص لخدمات الجيل الخامس، شركة أورنج مصر، فودافون مصر، إي أند مصر.
مجموع قيمة التراخيص اللي حصلت عليها الدولة نتيجة هذه التراخيص 675 مليون دولار. طبعا دي كلها استثمارات خارجية، وده بيدل على مناخ الاستثمار الجيد اللي شركات عالمية بتضخ استثمارات بحجم كبير جدا في الوقت الحالي. ده يدل على ان ده مناخ جاذب للاستثمار، وخاصة زي ما حضرتك عارف ان دي شركات عالمية ومن كبرى الشركات اللي بتعمل في خدمات الاتصالات على مستوى العالم. بشكرك جدا المهندس محمد ابراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، متحدثا عن خدمات الجيل الخامس. النهارده الفريق كامل